نحل شباك الصباح نشوف معنا دمار شامل صناعة السحاب. أنا تشوف تلمو دخان وصل للسمي وصل لل... أحمد حميدة ممثل جمعية هس بيئي بجابس. نحكي لكش على الروايح ريحة اللي يسمو فيها هي البخارة، وهي مش بخارة، ديما يحبوا يلعبون على التسميات هذوما، اللي هي ريحة الأسيد سلفريك الفابور متاع اللي تهبط معناها على تهبط حتى على الكراهب وعلى الشجرة هذه تولي محروقة معناها بعد ما تهبط تهبط مع الندوة. فهمتني؟ كان جدي ديما يحكي لي كيفاش كانوا يخرجوا بحارة يمشوا على الشط معناها قبل ما يجي معامل الموت هذه ومعامل الدمار اللي جابوهم لنا، كانوا يمشوا معناها يهزوا معهم القجوات والتلاريات نتاعهم ويعبوا يخدموا معناها ساعة من زمان يجبدوا بالحليق، سموه الحليق، يجبدوا معناها الغزل فيه الحوت وفيه كل شيء، يعبوا ما يعبوا معناها يوصلوا حتى عندهم بيت مونة في دار جدي نتفكرها كانت معبية بالحوت فهمتني وباللوزف. تو ما عادش فهم شيء، تو يمشوا البحر، ما بحر ميت، ما عادش فهم حتى بحر معناها. البحارة يخدموا معناها قللهم حتى شيء في جابس، يخدموا عليه ساعات، يخرجوا يخدموا على العقرب يجيبوها لنا معناها مليانة فوسفو جيبس حتى ريحتها معناها أسيد وسوفر. بحر جابس كان معناها قبل كما نقولوا محضنة متاع الأسماك في جابس، في البحر الأبيض المتوسط كانت بلاصة يونيك على الآخر، كانت فيها معناها كما نقولوا الجبل والواحة والبحر معناها مصنفة في اليونسكو ديجا اللي هي آخر واحة بحرية في العالم ديجا اندثرت تو قعدنا فيها شيء. قعد فيها كان الدخان متاع الجروب شيميك اللي حرق الدنيا كل ومص الثروات المائدة المائية تمصت، احتكار شامل للماء، ما عندكش الحق تعمل بير ولا تقدم حتى باش تخمم تقدم على رخصة بير تمشي تبحث في جيبس على خاطر لازمهم يخلوا للجروب شيميك انه هو انه هو يمص كل شيء ويخلينا احنا عطاشة معناه مصونا الفلاحة معناها هملت الأراضي متاحة على خطر ما عادش نجم تخدم فيها على خطر ما فماش مية فهمتني، خطر الأرض هي بيدها جافة ولد جافة أكثر من لازم. قبل كان عندنا كما نقولوا واد قراع كان تعرفوه يبدأ من رأس الواد حتى الكورنيش جيبس، كان واد هرهار يصب معناها يسقي جيبس كامل، تو ما عادش تو الواد هذاك صحراء ولا كي سكروا وقتها عملوا اعتصام في الجروب شيميك زاد تسكروا بريود طويلة، رجعنا نحسوا بالتغيرات معناها اللي ضاعت حتى على الذاكرة بتاعنا فهمتني، ضاعت علينا بدت حتى السمي فهمتني، السمي تحس الكولير بتاعها ما عادش أصفر خطر الدنيا غاديكا صفراء كما في الأفلام بتاع أمريكان كيصوروا المكسيك فهمتني وريالك بلاد صفراء. المي رجع فما بريسيون حتى في السبالة فما تحس فما بريسيون والواد هذاك رجع معناها بدي يرجع فيه بديت فما زي جلت في الواد، صحيح ماهوش يهرهر كيما قبل هذيك يحب لها 100 عام اخر، لكن فما زي جلت نقولوا هني قلت بديت ترجع فيها المي وبديت الروح تاع جابس ترجع، والحوت معناها رجع وقتها نتمشى على شط البحر نشوف معناها ساعات فما حوت تنقز ونحب نرجع فيها الروح. دونك حنا كي اجتمعنا مع بعضنا وبقينا نخمموا في بروجرام الجابس قلنا علاش ليه ما نغرسوش مليون شجره في جابس، مليون شجره من الاصناف اللي فما اللي اندثرت فهمتني، فما الاصناف الناتيف كما نقولوا الاصناف المحليه، نعاودوا نحيوا الرقعه نتاع الواحه ومام طون نعملوا ضغط على الجروب شيميك وعلى الحكومه باش تنحى اللي موجود هذاك، ماذا بينا ما يتحولش زاد، ماذا بينا يتنحى كومبليتمون ويشوفوا صناعات صديقة للبيئة. يا خويا رانا في 2022.